بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، أقسام من إيه هي؟ شعبة الرياضيات، تقني رياضي وعلوم تجريبية. أقدم لكم اليوم فيديو فيما يخص الأعداد المركبة والشكل المثلثي. لنا في هذا الفيديو ملخص درس والتمرين. هنا عندنا على مستوى عندنا معلم متعامد متجانس اي جي، عندنا ام احداثيات اكس يغرك، عندنا ار هي طويلة او ام. اذا سينوس تيتا، السينوس هي الضلع المقابل على وهو إيكراك، هاكم تشوفو على الوتر. كوسينوس تيتا هذه الزاوية، هذه هي الضلع المجاور على الوتر. ونعرفو بلي العدد المركب هو إكس زايد إيكراك. نعوضو إكس بالقيمة تاعو، إكس هي آر كوسينوس تيتا، وإيكراك هي ار سينوس تيتا. اذن العدد المركب يصبح ار، وهو الطويلة كما نشوفو هنا، مضروب في كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا. تيتا هي لارغومون دو زاد، معناه العمدة. خواص عمدة عدد مركب، كيعود لارغيمون تاع جودا مركبين عددين مركبين زاد زاد فتحة، هي أرغيمون لزاد زايد أرغيمون لزاد فتحة. إذا كان كسر أرغيمون زاد على زاد فتحة تساوي لارغيمون دو زاد على ناقص لارغيمون دو زاد فتحة. إذا كان الأرغيمون تاع زاد أس أن، معناه أن أرغيمون زاد. نديكم مثال تطبيق، عين الطويلة وعمدة العدد زاد، ثم اكتبه على الشكل المثلثي. زد واحد يساوي واحد زائد اي، وزد اثنين هو جذر اثنين ناقص اي جذر ستة. اولا نبداو بالطويلة. طويلة لزد واحد هي طويلة لواحد زائد اي، معناه نستعمل العلاقة معرفة، يا جذر واحد زائد واحد يا جذر اثنين. ونعرفوا الكوسينوس تيتا نسموها واحد، تيتا واحد هي اكس الفاصلة على ار، وهو طاولة العدد المركب. اذا ار هي القناع، يعني هي ار لنا. إذن واحد على جذر اثنين معناه بما يكونش الجذر في المقام نضربو جذر اثنين في البسط وجذر اثنين في المقام، يعني جذر اثنين على اثنين. إذن النتيجة تيتا واحد يساوي بي على ربعة. فيما يخص سينوس تيتا واحد يساوي إيكراك الترتيبة على طاولة العدد المركب. مدنا كذلك تيتا واحد يساوي بي على ربعة. إذن العدد هذا المركب لواحد زائد اي يصبح جذر اثنين مضروب في كوسينوس بي على ربعة زائد اي سينوس بي على ربعة. فيما يخص العدد المركب الثاني
وهو زد 2 يساوي جذر 2 ناقص اي جذر 6. الطاولة تاعو هي كما تشاهدوا هي جذر 2 مربع زائد جذر 6 مربع، ولكن كل هذه جذر المربع لهذا الأعداد، لهذه مجموعة الأعداد تصبح جذر 2 زائد 6 معنى جذر 2 أي أو 2 جذر 2. كوسينوس تيتا 2 يساوي جذر 2 على 2 جذر 2 وهو طاولة العدد المركب. بعد الاختزال ولينا 1 على 2 وهذه تمدنا نتيجة تيتا 2 هي ناقص بي على 3. كذلك سينوس تيتا 2 هي ناقص جذر 6 على 2 جذر 2 معناه جذر 6 نحولوها إلى جذر 2 مضروبة في جذر 3. بعد الاختزال تصبح ناقص جذر 3 على 2 معناه أن تيتا 2 هي ناقص بي على 3. هاكم تشوفوا هنا في التمثيل يعني الهندسي عندنا الدائرة وعندنا هنا ناقص جذر لهنا في لهنا كوسينوس لهنا 1 على 2 راكم تشوفوا. اذا هي لهنا النقطه ناقص بي على 3 والمركب العدد المركب يصبح 2 جذر 2 وهو هي الطويلة للعدد المركب مضروب في كوسينوس ناقص بي على 3 زائد اي سينوس بي ناقص بي على 3. وبهذا الأمثلة أنهينا هذا الفيديو، وبعده ننتقل لفيديوهات أخرى هما التمارين فيما يخص الشكل المثلث. والسلام عليكم.